صباح الخير أو مساء الخير على كل إخواتي وحبايبي، أيا كان المحاضرة دي حضراتكم هتسمعوها إمتى. حبيت أعمل لحضراتكم المحاضرة دي بنعمة ربنا النهاردة عشان خاطر نعرف إزاي نذاكر بوجه العموم، إزاي نفتكر الحاجات اللي إحنا ذكرناها، وإزاي نبدأ بنعمة ربنا نذاكر especially anatomy، بالذات الأناتومي. في عندنا 21 طريقة للميمورايزيشن تكنيكس موجودة في مقال، كنت قريت مقال حلو قوي، حبيت ان انا اشارك حضراتكم بالمقال ده. المقال ده بيتكلم عن 21 طريقة حلوة قوي لتذكر المعلومة. نبدأ نتكلم عن ال 21 طريقة، أو مش بس ال 21 طريقة، أو كمان إزاي ننظم وقتنا وإزاي يبقى عندنا تايم مانجمنت، لأن النقطة دي حضراتكم كلكم محتاجينها في المرحلة الانتقالية ما بين الثانوية العامة إلى الكلية، وبالذات إخواتي اللي بيدرسوا كلية الطب، وإسبيشالي النهاردة هتكلم إزاي تحضر للأناتومي كطالب كل أول. أول حاجة، how to study in general and how to improve my memory. واحد بيسألني يا دكتور أنا مش عارف إزاي أذاكر أساسا وإزاي أحسن الطريقة بتاعت المذاكرة بتاعتي. أول حاجة، في طريقة اسمها acronyms، المختصرات أو الأبريفياتورة، يعني هبدأ أشوف الجملة اللي أنا عايز أذاكرها وأخد أول حرف من كل كلمة في الجملة دي وأكون بيهم كلمة كاتشي، يعني كلمة إيه ممتعة كده تشدني، كلمة بتشد. زي ايه مثلا؟ special magic in living every day، اخدت الفيرست letter او الاول حرف من كل كلمة وكونت بيهم كلمة smile، يضحك. يبقى S for special، M for magic، I for in، L for living، E for every day، كونتها عشان لما اجي افتكر اقول smile، S special، M magic، I in، ال living، اي افري داي. طب في طريقه ثانيه؟ في طريقه ثانيه، انا عندي طرق كتير جبتها لكم مقال حلو قوي. الطريقه الثانيه بيسموها اكروستيك او اكروستيخ او تكوين قصيده او تكوين جمله كبيره على جمله اخرى، جمله انا عارفها وحافظها وفاهمها عشان افتكر بيها الجمله الثانيه. دول مجموعه كواكب المجموعه الشمسيه. ازاي افتكر مجموعه كواكب المجموعه الشمسيه؟ بطريقه سهله، يعني مثلا اخد الحرف الاول من كل كوكب من الكواكب واكون بيه كلمه صغيره انا افتكر المجمل، الجمله اكون حاططها في دماغي واعلم اول حرف، ام ميركوري، في فينوس، اي ايرث، ام مارس، اند سو اون. فعشان افتكرهم قلت لنفسي جمله: My very elegant mom just served us dine pancakes. يبقى أنا خدت أول حرف من كل كوكب من الكواكب دول وحطيته في كلمة معينة. الكلمة دي هتساعدني قوي في أني أبدأ أفتكر الكلمة الأساسية. لو واضح يبقى it's okay. الطريقة اللي بعدها، في حاجة اسمها rhythm keys أو قافية ومفاتيح. القافية وإيه؟ ومفاتيح. الكلمة دي عشان أفتكر لستة معينة من الطلبات أو لستة معينة من الحاجات اللي أنا عايز أذاكرها، أفتكرها بحاجات أنا أعرفها كويس وأعلمها بحاجات أنا بشوفها قدام عيني طول الوقت. طريقة تانية بيسموها طريقة مواضيع أو method of Lucy. بكون في دماغي خريطة، مثلا لخريطة البيت بتاعي، وحط الحاجات اللي أنا عايز أحفظها في دماغي في كل واحدة في أوضة وأبدأ أفتكر الحاجات دي بناء على الأوض اللي أنا حطها في دماغي أو الخريطة اللي حطها في دماغي. الطريقة اللي بعدها اسمها keyword، يعني الكلمة المفتاحية. يبقى عندي مفتاح عشان أبدأ أذاكر بيه. وحضراتكم لما تكبروا شوية هتعرفوا ان المفتاح او الكيبورد او الكلمة المفتاحية دي مهمة جدا بالنسبة لحضراتكم لما تيجي تكتبوا اي مقال وتيجوا تنشروه، لان ممكن باحثين على مستوى العالم يدوروا على المقال بتاع حضرتك بكلمة او كلمتين، فذكاء حضرتك انك تختار الكلمة
المناسبة اللي حضرتك هتبدأ تحطها، فبالتالي الناس تبدأ تدور على المقال بتاعك أو كلمة المناسبة اللي أنا ممكن أختارها عشان خاطر تساعدني في إني أبدأ أفتكر البروجكت ده أو السبجكت ده أو الموضوع الفلاني في المادة الفلانية وهكذا. في بعد كده حاجة اسمها Image Name Association، بفتكر اسم الأوثر بالصورة بتاعته وأعلمه بصفة من الصفات الوجهية بتاعته، زي مثلا الصورة اللي قدامنا على شمال الشاشة، واحد اسمه مستر بين وهو عنده عينين كبيرة، فروح قال لنفسي بين جاينت آيز، يعني مستر بين صاحب العيون الكبيرة، أو مستر أوليفر بلو آيز لأن هو عينيه زرقاء، أو مستر ريلان ريد بيرد يعني مستر ريلان ذو اللحية الحمراء. يبقى أنا بعلم الاسم بتاع الشخص بأحد الصفات الموجودة في وجهه، هتساعدني أكتر في تذكر أسماء الأوثرز بتاعة العمليات، أسماء الأوثرز لنيرف معين أو لأرتري معين أو لأي حاجة من الحاجات اللي أنا هبدأ أذكرها، سواء كان في الأناتومي أو later on في surgery أو في كل المواد بتاعة كلية الطب. chaining التسلسل، لازم يكون عندي تسلسل حلو قوي. when there a series of terms or words you need to memorize، يعني في عندي سلسلة كبيرة من الأسماء أو الكلمات عايز أفتكرهم وراء بعض، especially if they are in order يعني هم متسلسلين، create a story that leads you to the next word، لازم نبتكر قصة في دماغنا عشان تساعدني ان انا افتكر التسلسل المناسب. في كذا فيديو موجود في اليوتيوب How to memorize 10 times faster، ممكن حضراتكم تطبعوا الرابط اللي انا حطه في السلايد وهحطه حضراتكم تحت الفيديو بنعمة ربنا. في طريقة حلوة قوي العلماء اكتشفوها ان هي بتساعد جدا على التذكر، هي sleep on it، يعني انا ذاكرت حاجة معينة وهي كانت صعبة وحسيت بالنعاس، نام 15 دقيقة 20 دقيقة، ذاكرها بالليل ونام لغاية الصبح بدري، هتلاقي نفسك صاحي الصبح مفتكر المعلومة بنسبة 50% على الأقل زيادة عن الأول. إزاي؟ أصل المخ شغال في حاجة اسمها نيرون سيلز، خلايا عصبية موجودة في المخ بتشتغل حتى لو حضرتك نايم. فسليبينج after you learn will help you remember، يعني النوم بعد المذاكرة فترة كافية هتساعدك انك تفتكر المعلومة بطريقة افضل. sleep optimizes the consolidation of newly acquired information in memory، يعني كمان النوم بيساعدني وبيكثر من قدرتي ان انا اكتسب المعلومة الجديدة واحتفظ بيها في الذاكرة الخاطبية. النقطة اللي بعدها detailing، وديتيلينج دي مشهور بيها اكتر اخواتنا البنات، لو حضراتكم تعرفوا اخواتنا البنات بيحبوا يشرحوا المواضيع بطريقة اكثر details فيها تفاصيل اكتر، ودي مش خاصة بكل الناس، دي خاصة بمجموعة معينة، people who can remember details about particular object very well have a technique of detailing. في بعض الشباب او بعض الرجال عندهم detailing في so they are able to associate those details with the whole picture because they take in so many details about the object، يعني بياخدوها في مجموعة details about the object. النقطة اللي بعدها أو الفكرة اللي بعدها visualization، ودي مهمة قوي للناس اللي هتبدأ تذاكر حاجة زي الأناتومي، ابدأ تعمل create a map، ارسم خريطة في دماغك، خريطة دي عشان امدها ازاي ارسمها او احطها في دماغي ازاي، شوف فيديوهات 3D كتير قوي للاناتومي، شوف حاجات كتير قوي عشان تساعدك تتعرف على الاورجانز، مين الاورجان، فين الاورجان، مين النيبور، مين جار الاورجان ده، مين اللي فوقيه، مين اللي تحتيه، ايه الحدود بتاعته، حدوده فين، من انهي اتجاه، يمين شمال فوق تحت، لازم تبقى حاططها في دماغك بالفيجواليزيشن. فيجواليزيشن مين
to create an image of something in your mind. يبقى تحط صورة للموضوع الفلاني في دماغك. هتساعدك قوي قوي لو حضرتك بقيت تدرس كلية الطب ومحتاج تبدأ تذاكر اناتومي، لما تبدأ تحط الايمج دي في دماغك هتساعدك جدا جدا. If you need to bring a package with you, you could visualize it sitting on the seat next to you in the car. يعني مجرد ما حضرتك تجيب شنطة جديدة عشان تفتكر الشنطة دي بتاعتك، كل يوم تكون حاططها في نفس المكان في العربية بتاعتك جنبك، يوم ما هتختفي الشنطة دي هتفتكر ان هي اختفت ليه، لانك انت اوريدي اتعودت انك تشوفها دايما. في طريقة بيستخدمها بعض اخواتنا والى حد ما هي افكتيف، بس احنا هنقول لكم على طريقة التغلب عليها والاستفادة منها. يعني في بعض الناس تتعلم باي ميستيك، تتعلم من اخطائها فقط. طب ازاي اساعد نفسي اتعلم من اخطائي بدري بدري، بحيث ما اروحش الكالوكيوم واروح واخد السؤال من المدرس اتلسع فيه وبعد كده اروح قاعد اذاكر الكالوكيوم، او لما خلاص المدرسه ادتني سؤال جديد اروح مروح اتعلمه واروح رايح لها المره اللي بعدها وهكذا، عشان ما ابقاش في سلسله متتاليه. اروح ماسك الموضوع بتاعي مقسمه نقاط واسال نفسي الاسئله اللي انا متخيل اللي ممكن المدرسه تسالها لي، او اخد الخبره بتاعه زملائي اللي امتحنوا قبلي واخد اشوف هما اتسالوا في ايه واروح احط الاسئله دي قدامي واجاوب عليها قبل ما اقرا. لقيت نفسي جاوبت صح او غلط، الحكم بتاعي هيكون الكتاب، الحكم بتاعي هيكون searching for this information. اسيرش اشوف نفسي لا انا كتبت الاجابه خطا، يبقى الاجابه الصحيحه كذا. يبقى انت اتعلمت من اخطائك، ابدا اتعلم من اخطائك بدري بدري قبل ما تتحط في موقف اكزام. في طريقة تانية بيسموها repetition listening، يعني من كتر ما بسمع أنا بتعلم. في ناس ربنا مديها الخاصية دي، ناس معينة مش كل الناس، يعني ممكن ينفع لحضرتك ما ينفعش لحد تاني، ينفع لحد تاني ما ينفعش لحضرتك. في ناس بيسموهم auditory learner، يعني متعلم عن طريق السماع. السماع بالنسبة له perfect، بيعرف يسمع حلو قوي، ولو سمع المحاضرة مرة أو اتنين بتزيد القابلية بتاعته في الميمورايزيشن لهذه المادة أو لهذه المحاضرة. طيب لو أنا ما عنديش قابلية السماع، في عندك قابلية repetition doing ممكن تبقى موجودة عندك. طب إيه ده؟ تعال نقرأ نشوف هما كاتبين إيه على الموضوع. Most people are able to learn a new skill by repeatedly doing something over and over. These people are physical learners. Sports, material arts, music, and drawing are learned by repetition, by doing. طب ازاي استفيد من الجزء ده في الاناتومي؟ ارسم. طول ما انت شغال بتذاكر اناتومي ارسم. حلو قوي. طب ممكن اعمل حاجة تانية؟ اكتب نوتس، اكتب دون ملاحظاتك الشخصية طول ما انت بتذاكر اناتومي، بتحضر محاضرة، بتسمع فيديو، بتسمع ليكتشر، بتسمع ليسون practical lesson، عشان احنا دلوقتي في distance learning. الحاجات دي كلها هتساعدك قوي. ده اسمه repetition by doing. طول ما انا شغال على المادة طول الوقت، طول ما يبقى في عندي memorization للمادة دي. طب الطريقة دي مش حلوة بالنسبة لي، ما بعرفش ارسم. في طريقة تانية repetition doing، repetition reading. يبقى الطريقة اللي بعد repetition doing في عندي repetition reading. اقدر اكرر قراية المادة، كرر قراية الموضوع. لما أقرأ من أول مرة، لما اكتشفوا أن أنا عقلي بتاعي بيمتص من المعلومة الجديدة من 10-25% من المادة اللي بقراها أول مرة. طب أنا قريتها مرتين 3-4، كل مادة بزود 20%-30%. المجمل في النهاية من repetition reading بيوصل ل 90%. طب تساعدني إزاي في المذاكرة؟ قبل ما تخش المادة هتحضر حصة مثلا انا بتكلم عن اخواتكم بتوع كلية الطب، هتحضر حصة النهاردة في الأبر ليمب اناتومي مثلا. اقرأ عن الأبر ليمب، اقرأ من جريز اناتومي، اقرأ من نيترز، اقرأ من كل الكتب المتاحة بالنسبة لحضرتك، اقرأ من سابن، اقرأ من اي كتاب انجليش بوك لاخواتنا اللي بيدرسوا بالانجليش، اقرأ من دكتور سامح دوس، اقرأ من كتاب دكتور محمد المطري، اقرأ من الكتب اللي الجامعة بتاعتك بتوفرها لك باي لغة. اقرأ كتير وابدأ حط لنفسك points. انا في عندي مصطلح جديد، ترمينولوجي جديد اعرف معناه،
عشان افهم ما اقرا. اول مره مرحله الفهم، وبعد كده القرايه التانيه اللي بعدها اللي هتزود لي نسبه تانيه، قرايه استطلاعيه هتزود لي نسبه حلوه، القرايه التالته تبقى قرايه تفحصيه، بتفحص الحاجه واحده واحده. في قرايه اخيره بعد ما اخلص الليسون الاقي نفسي كمان دماغي اتفتحت لحاجه تانيه، اروح قاري الموضوع مره تانيه من جديد، هلاقي نفسي حصلت على 90% ل 95% من الموضوع. organize، لازم تبقى منظم. if you have a list of things to remember, organize the list in predictable flow can help you piece together the missing information. ترتيب المعلومات، ترتيب الخطوات اللي انت محتاجها، ترتيب المذاكرة بالبريوريتي، ترتيب المواضيع اللي حضرتك محتاج تعمل لها ميمورايزيشن تذاكرها باي هارت مهم جدا. وهنا بفتكر دايما جزء خاص بالتايم مانجمنت بحب اقوله لكل اخواتي وحبايبي. عندك في اليوم بتاعك ربنا مديك نعمة 24 ساعة، ممكن تقسمهم على 3 اجزاء او 4 اجزاء. لو حضرتك حابب تجذبهم على تقسمهم على 3 اجزاء، في عندنا 3 تمانيات، 24 على 3 ببساطة 8. فأول 8 ساعات حضرتك هتنام وتاخد بعد كده وجبة فطار. حلو قوي، خدت فترتك الكافية من النوم زي ما العلماء بيقولوا من 6 ل 8 ساعات. نمت كصحيت، خدت الدش بتاعي، بعد كده خدت الوجبة بتاعت الفطار. طب الـ 8 ساعات التانيين هاخد فيهم الليسونز الحصص بتاعتي في الجامعة زائد وجبة الغداء وراحة، لأن غالبا الليسون ما بزيدش عن 5 ساعات 4 ساعات، فيبقى عندي وقت تاني إن أنا أريح فيه وآخد وجبة الغداء. طب الـ 8 ساعات الأخرانيين هنخليهم للمذاكرة زائد وجبة العشاء. طب فرضنا أنا وفرت تايم من الحاجات الأولانية عشان المذاكرة، جون، بس لا تنسى بريكس، خد بريك ما بين كل فترة مذاكرة والثانية. ستوري لايننج فور بيبل وذ جود ايماجينيشن، دي بالنسبه للناس اللي عندها تصور حلو قوي. لازم تعمل حاجه اسمها كرييتنج ا ستوري فروم ذا ايتمز يو نيد تو ليرن، كرييتس ا فن اند دايفيرس واي تو ريممبر مور كومبلكس توبكس، دي بتساعدك على تذكر المواضيع الاكثر تعقيدا. دراماتايز What actors can teach us about memory and learning? Like actors often will read their lines and act them out in exaggerated fashion to learn the parts. يعني الممثلين بيعملوا ايه وازاي يساعدونا في المذاكرة؟ لك الممثلين عشان يحفظوا الدور بتاعهم بيروحوا ماسكين اللاين او السطر اللي هم عايزين يحفظوه ويبدأوا يحركوا الميمكس، العضلات بتاعتهم الوجهية أو عضلات الإيد، الحركات بتاعتهم عشان يفتكروا بيها الجملة. يبقى إذا حضرتك ممكن تعمل كده عشان تفتكر معلومة طبية أو معلومة هندسية أو معلومة لأي سبيشالتي، ممكن أعمل كده. في حاجة اسمها single line. Another acting technique is to learn a single line at a time. يعني دي من أحد الطرق اللي بتساعدني إني أذاكر line واحد كل مرة. انا محتاج ماده معينه اركز عليها واذاكر فيها شويه حاجات، هبدا اذاكر لاين باي لاين. اللاين ده النهارده، اللاين ده بكره. انا بذاكر روسي النهارده هحفظ 10 كلمات دول، بكره هحفظ 10 كلمات تانيين، وابدا ازود الابيليتي بتاعتي عشان يبقى عندي محتوى لغوي. انا بذاكر اناتومي، ابدا النهارده اذاكر جزء من الاناتومي، بكره اروح مذاكر جزء تاني، لان القابليه بتاعت عقلي مش هتبقى مستوعبة ان انا ذاكر كل التوبيك مرة واحدة. ادي تعامل مع نفسك بطريقة ذكية وبطريقة حكيمة حتى تستطيع ان تكتسب الخبرة المطلوبة في كل مادة من المواد اللي حضرتك تذكرها. وبالمناسبة هنا انا حابب اقول لحضراتكم من فضلكم، ادوا الاناتومي 2 ساعة يوميا من وقتك، اديها 2 ساعة، خد فيها جزء من الحاجات اللي انت بتذكرها. ما تذكرش الماده قبل ميعاد الكالوكيو، ما تذكرش الماده قبل ميعاد الليسون بتاعها. وزع الاناتومي طول ايام الاسبوع بالنسبه لاخواتي سنه اولى سنه تانية، كل
كل سنة وليها المواد بتاعتها اللي لازم توزعها طول السنة، لكن أنا بهتم النهاردة معاكم بالأناتومي لأن حضراتكم لسه بتبدأوا كلية الطب، عشان أحطكم بس على الرايت واي. مجرد ما حضراتكم هتبقوا موجودين على الرايت واي، أنا واثق إن حضراتكم تقدروا تتصرفوا. بعض العلماء اكتشفوا إن الووكينج أثناء المذاكرة بيساعد الميمورايزيشن بنسبة 25%. ياه 25%! قال لك keep your memory strong by walking، ساعد الذاكرة بتاعتك قوية بالتحرك، تمشى طول ما انت بتذاكر تمشى. walking may increase the size of brain regions linked to memory، يعني انك بتتمشى وبتقرأ ده هيساعد يزود السايز الحجم بتاع مناطق دماغية ملتصقة أو متصلة بالذاكرة. طيب لو هذاكر حاجة معينة قبل ميعاد المذاكرة بتاعتها بأسبوع هتتحفظ بالذاكرة، ما تقلقش. طب من أول مرة أنا وبتمشى هتديني كام في المية من المعلومة؟ هتديني أكتر من 25% من المعلومة، which is not so bad result. دي معلومة حلوة قوي ممكن نستفيد منها لبعض الناس مش لكل الناس. في طبعا طرق تانية، بعض الأكترس زي الأكترس أنجيلا لانسبوري was famous for using an earpiece to be fed her lines during taping of a TV show and more importantly during her run on Broadway. يعني بتحط earpiece أثناء حضرتك ما تكون ماشي في الطريق. ازاي نتعلم من الطريقه دي؟ ان انا احط الايربيس او احط الهيدفونز انا ماشي في الطريق داخل مواصله داخل الجامعه ما بين المحاضرات، انا بسمع الليكتشر مره تانية. يبقى دي طريقه سمعيه، طريقه سمعيه بس بتساعدني على التذكر. ما تنساش الهاند كوبي اللي بتكتبه بايدك بيساعدك على تذكر الماتيريال 80%، خاصة اللي حضرتك بتكتبه بإيدك directly after the end of the lecture. يعني حضرتك لما تكتب المعلومة directly بعد ما تخلص المحاضرة تبدأ تكتب النوتس بتاعتها، حتى لو المحاضرة معادها متأخر ده هيساعدك تحتفظ بالذاكرة على الأقل على 80% من المادة العلمية الموجودة في النوتس. يبقى writing by hand strengthens the learning process while typing can impair it. يبقى ان انا اكتب بايدي هيساعد الذاكره اكتر من ان انا اكتب على الكمبيوتر. يبقى استخدم ايديا ولا استخدم الكمبيوتر؟ انا ممكن استخدم الاثنين، يعني ممكن اخرج من الموضوع ده ان انا استخدم الاثنين، بس الاول استخدم ايدك، اكتب بايديك، شخبط، استخدم اقلام ملونه، اكتب نوتس بطريقه مبتكره. الحاجات دي هتساعد الذاكرة. طب أنا عايز أأكد عليهم بعد كده، أسيب النوتس على جنب وأبدأ أستخدم الذاكرة بتاعتي في إني أكتبهم بطريقة مبتكرة على اللابتوب، طب ده هيبوظ اللي أنا كتبته؟ بالعكس ده هيساعدك على التذكر. خلينا نقول الهاند رايتنج stimulates a portion of the brain that incorporates the physical and auditory and intelligible parts of our learning process. بتساعد المناطق المسؤولة عن السماع والذكاء والتعلم في الدماغ ان هي تشتغل بسرعة. هديكم conclusion على البارت ده، بقول لكم لو سمحتوا في كل موضوع ما تستخدمش اكتر من طريقة او اتنين من الطرق اللي احنا قلناها. الطرق دي حلوة قوي، حلوة قوي، انا عايز استخدمهم كلهم. ممكن تستخدمهم كلهم بس مش في نفس الموضوع، مش في نفس الجلسة، مش في نفس السبجكت، مش في نفس البارتيكولر بارت اللي انت عايز تذاكره، عشان خاطر مخك ما يحسش بانه هو خلاص تم انتهاك قواه، عشان ما تحسش انك صدعت، ما تحسش انك انت عايز تنام، لان الطرق دي بتديك باور للميموري. ممكن تستخدم طريقة او اتنين ماكسيمم فيهم كل قاعدة في المذاكرة، لكن بعد كده ما تستخدمش الطريقتين دول، ممكن تستخدم طريقتين تانيين، طريقتين تلتين، طريقتين ربعين، عندك اكتر من 21 طريقة هيساعدوك. اختار الطريقة المناسبة وابدأ استخدمها في المذاكرة. لو سقطت في طريقة او ما عرفتش تشتغل بطريقة، اشتغل بطريقة تانية.
طيب هتكلم دلوقتي سبيشالي لاخواتي بتوع سنه اولى كليه طب بشري طب اسنان صيدله سنه اولى، هنتكلم بارتيكولاري عن ماده الاناتومي علم التشريح او الاناتوميا للناس اللي بتدرسها بالروسي علم التشريح. اعمل ايه؟ قال لك اول حاجه لازم يبقى عندك المصدر تذاكر منه. طب المصدر بتاع الاناتوميا يفضل يكون ايه؟ يفضل يكون عندي اطلس، ايا كان الاطلس هو ايه اللي بتدهون الجامعة، زائد كتاب. الاطلس هيشجع عينيا ان هي تشوف المعلومة بطريقة اوضح، الكتاب هيساعد ايديا وعينيا وعقلي ان انا اقرأ عن المعلومة اللي موجودة في الاطلس. لازم احضر انا وبذاكر مالتي كولورد بنس، اقلام ملونة، عشان اكتب كل هايلايت بطريقة مختلفة عن التانية. حضر نوت بوك للاناتومي، حضر ملزمة كده كشكول كراسة، ابدأ استخدم مجموعة اوراق 4x4 وابدأ اتكلم اكتب فيهم بطريقة منظمة حصة بحصة، ذاكر الليسونز بتاعتك حصة بحصة. طب اذاكر ازاي الليسونز بتاعتي حصة بحصة؟ اقرأ الحصة قبل معادها، زائد طلع المعاني اللي حضرتك محتاجها لو بتدرس بلغة مش لغتك باللغة اللي انت تحبها، باللغة اللي انت تحب تدرس بيها. يعني في ناس بيحبوا يذاكروا الاناتومي in English، اوكي طلعهم بالانجلش. في ناس بيحبوا يذاكروها بالفرنش، طلعهم بالفرنش. في ناس يحبوا يعرفوا المعاني دي باللغة العربية، طلعها باللغة العربية. في ناس already perfect in Russian وعايز اطلعها بالروسي، تفضل طلع المعاني دي اول مرة، تاني مرة اللي بعدها ابدأ اقرأ قراية سريعة، المرة التالتة قراءة تمحصية، خش على الليكتشر او الليسون او ايا كان الحاجة اللي انت هتبدأ تذاكرها، ان شاء الله يكون اونلاين ليسون، اسمع الحاجة مرة تانية واكتب النوتس اثناء ما انت بتسمع، اكتب النوتس. النقطة اللي بعدها لازم تكتب النوتس أثناء ما أنت بتسمع، وبعد ما تخلص شوف الحصيلة بتاعتك وصلت لقد إيه وأنت محتاج إيه. لو في عندك جروب زي الجروب اللي ما إحنا عاملينه لحضراتكم، جروب تليجرام، جروب واتساب، جروب أيا كان الجروب ده، لأن المحاضرة دي هتبقى موجودة على اليوتيوب، لو حضرتك عندك الجروب بتاعك او زملائك اللي موجودين معاك في نفس المجموعة ليهم جروب، شير النوتس معاهم على الجروب. شيرينج النوتس مع زملائك على الجروب ده بناء شخصي لحضرتك وبناء لزملائك، ده بتساعد واحد اخر ان هو يبدأ يبتكر طريقة اخرى في المذاكرة وتساعده، وده بلس بالنسبة لحضرتك وبلس بالنسبة له. طيب انا هديكم شوية تيبس تستدي effectively عشان أذاكر بفعالية. قبل الحصة اقرأ الموضوع من المصدر اللي المدرس قالك عليه أو المصدر اللي انت شايفه ملائم بالنسبة لك. أثناء الحصة اسمع اسمع اسمع، اكتب اكتب اكتب، participate participate participate. تاني اسمع كتير المدرس بيقول ايه وخلي ودني سمع، ما نطش على المعلومة اللي قدام، خليني ماشي معاه step by step، معلومة بمعلومة. اكتب النوتس وراه، اكتب highlights او النوتس او الهاندouts، اكتب الملاحظات والتدوينات بتاعتي. احاول لو الحصة دي لايف يعني مدرس موجود قدامي اشارك بالاسئلة، ارفع ايدي لو وقت المحاضر يسمح اشارك بالاسئلة، لو المحاضرة أونلاين والمحاضر طلب participation by writing something إن أنا أكتب حاجة أتفضل أكتب الحاجة. بأكد مرة تانية take your own notes، اكتب الملاحظات المدونات الشخصية بتاعت حضرتك before قبل through أثناء and after the lesson، يعني قبل وأثناء وبعد الليسون اكتب ملاحظاتك من القراية من السماع من الفهم، اكتب كل ملاحظاتك. عشان تكتب ملاحظاتك بطريقة حلوة استخدم المالتي كولورد بنس، استخدم الأقلام الملونة. بالنسبة لإخواتي اللي هيبدأوا يذاكروا أناتومي، watch more 3D videos about anatomy.
يعني انا هبدا اذاكر يا دكتور النهارده مثلا استيولوجي، اذاكرها ازاي؟ شوف البارتيكولر سابجكت اللي حضرتك محتاج تذاكره، اكتب اسمه على اليوتيوب نقطه 3D، هتلاقي قدامك فاريابيليتي كبيره قوي، بس المهم اللي يسمع، المهم اللي يفهم، المهم اللي يذاكر. When you will reach systemic anatomy، لما يبقى عندك الـ anatomy of the systems، المفروض تبدأ تحمل وتدور على Ackland anatomy. Ackland anatomy هحاول أعمله لحضراتكم بنعمة ربنا في درايف وشيره. أي حد عايز يسألني عن أي معلومة خاصة بالموضوع ده يوم السبت أو الأحد، لو الناس دي من الجروبس اللي موجودة معايا، لو الناس دي من الناس اللي دخلت على اليوتيوب شانل، اكتب حضرتك تحت الفيديو وبنعمة ربنا هنحاول نتواصل مع حضرتك. Share mnemonics with your colleagues and also notes in the group. شارك لو حضرتك ابتكرت طريقة حلوة لتذكر جزء من المادة، شاركها مع اخواتك، يمكن تفيد بيها حد مش عارف يذاكرها، يمكن تنقذ بيها حد بيضيع بسبب الموضوع ده. After the lesson، بعد الحصة، study and memorize the lesson، بعد الحصة ذاكر وابدأ احفظ الحصة. يبقى انت فهمت وقريت، تذاكر وتميمورايز، تحطها في الذاكرة. Give anatomy from 1 to 2 hours every day according to your schedule، ادي الاناتومي من ساعة لساعتين في يومك كل يوم، ما تراكمهاش عليك عشان ما تبقاش حمل تقيل على ظهرك. الاناتومي مادة هتلزمك طول ايام دراستك في كلية الطب، وكمان بعد ما تخلص كلية الطب. يعني زملائنا اللي بيمتحنوا ماجستير بيمتحنوهم في الاناتومي، زملائنا اللي بيمتحنوا دكتوراه بيمتحنوهم في الاناتومي، الامتحانات في الاناتومي ما بتخلص. اي موضوع كبير عند حضرتك ابدا اقسمه لاجزاء، small subjects، عشان قدر تقدر تستفيد من الموضوع ده. Very important، تبدي نقطة مهمة جدا. اي مشكلة كبيرة او موضوع كبير قطعه اجزاء، قسمه، وده النقطة اللي انا بقول لحضراتكم عليها دايما، الاناتومي قسمها جزأها، مش بس الاناتومي، اي حاجة تانية حضرتك محتاج تفهمها كويس من فضلك قسمها اجزاء، قطعها، ابدأ اشتغل عليها، خد من التل يختل، ذاكر، اطلب معونة ربنا، ربنا عمره ما بينسى اللي بيطلب المعونة، ربنا بيساعد، ربنا بيدي حماية. انا مبسوط قوي اني كنت مع حضراتكم في الوقت القصير ده، واتمنى ان ربنا يكرم كل واحد في حضراتكم في مذاكرته، في شغله، في حياته، اني اشوف حضراتكم من اعظم الدكاترة اللي موجودين على مستوى انحاء العالم. ربنا يفرح قلوبكم جميعا، يومكم جميل لو بتسمعوا الفيديو الظهرية، وتصبحوا على خير لو بتسمعوا الفيديو بالليل. شكرا جزيلا لحضراتكم.